توجد بالأكاديمية الجهوية ديال التربية والتكوين ديال الضربة تصطاد. تم استقبالي من طرف مدير الأكاديمية، كانت حفوة استقبال وفرحوا بيا، وتم التتويج ديالي وأنا فرحانة بزاف بالفوز ديالي. وفي المطار تم استقبال ديالي من طرف الأصدقاء ديالي والمدير ديال المؤسسة، وفرحوا بي بزاف وانا مفتخره بالفوز ديالي واحتفلوا بيا. وكنشكر الجميع وخاصه جلاله الملك محمد السادس نصره الله على سياسه التعليم ديالو، وهذا الشيء بفضل الله. استقبال تلميذه نادين امزيان مجموعه مدارس الضحى بشرفات الاكاديميه الجهويه للتربيه والتكوين وشرفات المملكه المغربيه. سعيد جدا باستقبال البطله المغربيه في المسابقة الدولية للإملاء اللي تنظمت بدولة كندا. تلميذة نادين حصدت الرتبة الأولى إفريقيا والرتبة الثانية عالميا، وهذا يعني كيبين بأن المدرسة المغربية تتحول للأجود. المدرسة المغربية في إطار تنزيل خارطة الطريق 2022-2026 تقطف اليوم أولى ثمار هذا النجاح في مختلف المجالات، سواء الدراسية أو أنشطة الموازية، المجالات الرياضية، بحيث أصبحت المؤسسات التعليمية تزخر بالأبطال في مختلف المجالات. واليوم كنوه بالعمل ديال التلميذة نادين اللي في السادس ابتدائي واللي حصدت الرتبة الثانية عالميا. هذا كيرجع الفضل بطبيعة الحال للعمل ديالها والعمل ديال الأسرة، وأيضا العمل الجاد اللي كتقوم به نساء ورجال التعليم والفرق التربوية بالمؤسسات التعليمية وكل المؤسسات التعليمية على صعيد جهات الدار البيضاء سطات، بحيث أصبحنا بالفعل نلاحظ أن هناك واحد يعني زخم ديال العمل الجاد في مختلف المجالات، بحيث أصبحنا يتم تتويج تلاميذ المؤسسات العمومية والخصوصية بهذه الجهة بأولى المراتب، سواء في مجالات الدراسة، المجالات العلمية، والمجالات أيضا الأنشطة الموازية. كنتكلموا اليوم على أبطال في الروبوتيك، على أبطال في مجال الرياضة، على أبطال في الأنشطة الموازية كالرسم، كالموسيقى، كالذكاء الصناعي. هناك أبطال بطبيعة الحال اللي كيمثلوا أيضا المملكة المغربية في المباريات الدولية في الرياضيات وفي باقي التخصصات. وهذه مناسبة لتقديم الشكر الجزيل للنساء ورجال التعليم والفرق التربوية والإدارية اللي كيسهروا على تنزيل مختلف البرامج ديال خريطة الطريق، واللي اليوم يمكن نعتزوا بنتائج اللي غادي تحقق واحد الآثار إيجابي على التعلمات وعلى الجودة ديال منظومات التربية والتكوين.